إخواني أحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فأطلب منكم دائما سبسكرايب لايك شير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر وأكثر، وكذلك تعليقاتكم واقتراحاتكم تهمنا. اليوم غنديروا أغنية عيشي يا بلادي عيشي للفنان الموسيقار محمود إدريسي، فبقوا معنا لتستفيدوا. أغنية عيشي يا بلادي عيشي للفنان الموسيقار محمود الإدريسي هي في مقام صبا على الصول، صبا على الصول في الدوكارست أي ناقص اثنان لكي تتبعوني في العزف، وصبا على الصول بالشكل التالي. وصبا على الصول يكون فيها اللا بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول والفا دياز كنوطة حساسة. نعيد، اللا بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول والفا دياز كنوطة حساسة. نأخذ إيقاع مغربي حضاري على سرعة 100 ونبدأ بالمقطع الأول أي موسيقى والغناء. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. يا أم كريمة فايضة بالجود والخير. وعيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. يا أم كريمة فايضة بالجود والخير. هذا كان المقطع الأول. الآن سنعيد هذا المقطع الأول ثم نذهب إلى المقطع الثاني لتصبح لدينا مقام خماسي على السي بيمول. سي بيمول دو ري والصول والفا، سي بيمول دو ري، سي بيمول صول فا. الآن سنعيد المقطع الأول ونذهب إلى هذا المقطع الثاني. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي، يا بلادي عيشي. يا أم كريمة فايضة بالجود والخير.
الذي عشنا عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا الآن بعد ما استمعنا إلى المقطع الأول والثاني، الآن سنذهب للمقطع الثالث الذي أصبح لدينا حجاز كار على السيبيمون. حجاز كار على السيبيمون بالشكل التالي. أي حجاز كار بهذا الشكل. والحجاز كار يتكون من سي بيمول مي بيمول وصول بيمول. سي بيمول مي بيمول صول بيمول. الآن سنقوم بعزف المقدمة الموسيقية ثم نشرحها. نشرح هذه المقدمة ببطء. نبدأ بالبيتزيكاتو. ثم السولو. الآن سنعيد موسيقى المقطع الثالث وكذلك الغناء. كما لاحظنا بعد ما انتقلنا من الحجاز كار أصبح لدينا هنا بياتي. صحة القلوب صحة القلوب صحة القلوب والقاها مازال في حب الوطن. عدنا هنا إلى حجاز كار على السيبيمون. ثم هنا أصبح لدينا نهوان في وتباء وتبارك جهاد وما حقق من أعمال سيدنا. هنا يصبح لدينا نهاوند على سيبيمون.
ثم نعود في الأخير إلى الصبا على الصول. كما لاحظنا كانت هذه أغنية عيشي يا بلادي عيشي للفنان الموسيقار الملحن الكبير محمود الإدريسي، فكنتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.